إلى أن وصلنا لعام 1915 و1916 الإبادة الكبرى، فلليوم سميت الشمس التي غابت عن الإمبراطورية الأرمينية، فلا بد لهذه الغيمة أن تنجلي وهالشمس هاي تكون على الشعب الأرمني يتعود ونطالب بحقوقنا المسلوبة من العثمانيين. فالجماجم الموجودة في دير الزور وفي مرقد الكهوف من الجماجم الموجودة هناك هي شاهد حقيقي على الإبادة. طبعا احنا هاي كلها حكولنا اياها ابائنا ومن اجدادنا اللي بقوا على قيد الحياة، لما كان عم بيحكوا لنا كنا عم نشتم رائحة الموت، رائحة الدماء اللي كانت عم ترتكب بحق هذا الشعب. نتذكر ونطالب المجتمع الدولي والدولة التركية بالاعتراف بالمجزرة الحقيقة التاريخية. نحن أمام ماسونت نهاداغاتس، يقال لها بالأرمني ماسونت نهاداغاتس، إنها ذخيرة، ذخائر الشهداء التي تم الحصول عليها من البادية السورية بعد التنقيب، لأن 1.5 مليون شهيد تم ترحيلهم وقتلهم بطرق وحشية في الصحراء السورية. سلام